إذا كنت مشترك في القناة عشان فيديوهات التوب 10 أو التوب 5 فهذا الفيديو ما راح يهمك، إن شاء الله الفيديو القادم أو اللي بعده راح يكون فيديو توب 10. وإذا كنت مهتم في الزومبي فيلا استنى. أخيرا نزل إعلان ماب الزومبي القادم ببلاك أوبس كولد وور فاير بيس زد، حاليا راح نشوف الإعلان مترجم للعربي وتشوفوا ردة فعلي عليه. التحليل راح يكون بكرة أو بعد بكرة، حاليا فقط ردة فعل وتحليل سريع، فيلا خلينا نبدأ. قبل أن نبدأ بس حاب أنوه أنه هالفيديو برعاية MSI، وجاب لكم مراجعة سريعة لشاشة الجيمينج الاقتصادية منهم MSI Optics Mag 27 4R. هاي الشاشة فيها كتير خصائص بتهم اللاعبين وبسعر جدا مناسب. الشاشة بحجم 27 إنش وبدقة 1080p Full HD برفرش ريت 144 هرتز وبسرعة استجابة 1ms أو واحد جزء من الثاني، فكل هالخصائص بتخليها شاشة رائعة للألعاب الأونلاين والشوتر. وغير كذا نوع البانل هو IPS وبتدعم ال HDR والنايت في. والشيء الحلو حاليا انه MSI عاملين عرض لو اشتريت اي منتج من عندهم سواء PC قطع PC او شاشات، فراح تاخذ لعبة Devil May Cry 5 Deluxe Edition مجاني، وراح تدخل السحب على شاشة بتصميم Devil May Cry 5 وتصميم جدا رهيب موجود من الامام ومن الخلف على الستاند مثل ما شايفين. فاذا حاب تعرف معلومات اكثر شيك اول رابط موجود بالوصف، ويلا خلينا نبدا بالفيديو. اوكي شباب، الاعلان مترجم للعربي فيلا خلينا نقول بسم الله وخلنا نبدا. I'm still in the field. I have to meet a contact. Samantha قاعدة تتكلم. Everything I have done. مين هاد؟ But I am proud of what I am doing. Omega must be stopped. هذا الروسي الجاسوس. The personal cost. يلي عم نشوف رسائله. هاي سامانثا عم تتسلق لعند أوميجا. Friend. They are the ones who are going to pay. سامانثا داخلة بقوة. Worlds. Off. My team's reached the village. Requiem. Welcome to Vietnam. هذا الجاسوس الروسي اللي قاعد يكتب لنا رسائل مو ركتوفن. You have to get out of here now. اوكي، من القرية رحنا بالتليبوتر لعند المقر اللي هو فاير بيس. هلا والله. هو pick up the pace if I were you, for Max's sake. Yeah. Oh! The window open الجديد. رشاش ويطلق نطاط لف درايس اندراخ. ال بيرك توم ستون. المدرع الجديد. نفس مع جورد كروفي. Oh! If you're lying to me. If you betrayed her, if any harm comes to her, I will kill you myself. هذا الجاسوس الروسي ويفر عم بيتكلم معاه. طيب اوكي خلنا نشوف مع بعض ونوقف هالمره. صار كثير اشياء واضح انه سامانثا اجت لعندهم من ورا هالجاسوس الروسي اللي قاعده تتكلم معاه. هي سامانثا، وبعدين طلع لها الوحش وانحبست بالدارك ايثر، لانه طلع كلام انه لازم نحرر سامانثا، فواضح انها انحبست بالدارك ايثر. وهذا الجاسوس الروسي ما هو سامانثا. سامانثا متوحشة على طول بالسكين. للاسف رح نلعب بشخصيات اوبريتر، ما هو شخصيات اساسية. الشخصيات الجديدة هي كلها شخصيات بالقصة. وهذا الشخص الروسي شكله هو اللي هيقعد يتكلم معانا. اوكي حاليا نلعب بالقرية، ندخل بالتليبوتر ونطلع بالماب نفسه فاير بيس. وهالوحش اللي شفنا صورته. هاي الآلة اللي قاعدة تكسر فيها لما نروح على الدارك ايثر بدي ماشين بنشوف الأشياء، فشكله أوميجا عم يجيبوها بآلة ويصنعوا منها أسلحة أو شيء. طلعوا هالمنطقة خرافية. شوفوا مكان هيك رهيب، تحسه هيك مدري من دراس اندراخ أو شيء. كنت لأستعجل أكثر لأجل ماكسس. سامانثا ماكسس محبوسة بالدارك إيثر، لازم نساعدها.
اجواء الماب رهيبة. وهالويندر اوبن، هذا رشاش بس بنفس الوقت ويندر اوبن، يرش عادي ويطلق طلقة تقتل الزومبي. في النطاط نفس دي رايس اندراغ، وهي مثل ما قلنا بالصورة اللي حكيت عملت عليها فيديو راس ساتلايت تومستون. وفي القصف طلع التسريب انه راح نشوف بيرك الاير سترايك، فحاليا قاعدين نشوفه هذا اير سترايك. وهذا كأنه الجند الروسي تبع جورد كروفي، هو نفسه، هو نفسه بالضبط، مو كأنه يشبه، هو نفسه، هو نفس هذا نفس الضربة. وهذا الوحش اللي شفناه بدي ماشيين بالدارك ايثر. هو قاعد الويفر قاعد يهدد هاد انه لو صار اي اذى لماكسس راح اقتلك. هو واضح انه هذا كويس، بس ويفر معصب لانه سمانثا انحبست بالدارك ايثر واجت من ورا هذا، هذا اللي قاعد يقلها تجي، بس مبين انه كويس، ما هو مبين انه شرير. فاي شباب ما راح احلل اليوم، فقط ردة فعل. ان شاء الله فيديو هالاسبوع نحلل فيه الاعلان بالتفصيل قبل ما ينزل المام. فاتمنى اذا عجبكم لا تنسوا تعطوا الفيديو زر اللايك، شاركونا بالتعليقات ارائكم. حماس حماس، يلا مع السلامه.